فوضى ومخاوف من تزوير محتمل لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق. هذا هو المشهد السائد في الأوساط السياسية والشعبية مع بدء عملية التصويت للمرشحين. مشهد انتخابي ممزق، هكذا يصفه موقع آزري ديلي الآذري، ويرجع الموقع سبب وصفه هذا إلى الانقسامات السياسية الواسعة في التحالفات والكتل المنضوية فيها، انقسامات صبغت مجددا بلون الطائفية ولغة السلاح والمنافسة غير النزيهة على مقاعد البرلمان. صحيفة الشرق الأوسط نقلت قبل ساعات من بدء التصويت مخاوف كتل سياسية وشخصيات برلمانية من إمكانية حدوث تزوير محتمل قبل وأثناء إجراء الانتخابات. مخاوف من وقوع التزوير عبرت عنها كتل سياسية أخرى بتهديدها بالطعن في نتائج الانتخابات قبل إعلانها. ورغم الإجراءات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بشأن كفاءة أجهزة العد والفرز الإلكتروني التي ستعتمد في يوم التصويت، إلا أن بعض ما سرب من مراكز التصويت الخاص بالقوات الحكومية أظهر عكس ما أعلن عنه. موظف واحد على 100,000 منكسر. هذا يعني احتمال العودة إلى الفرز اليدوي في اللحظات الأخيرة، وهو ما يصب في مصلحة جهات سياسية دون غيرها. الضبابية في آلية التصويت وما يعد له خلف الكواليس تتحدث عنه النائبة فيان دخيل، حيث قالت إن هناك سيناريو وضعه من سمتهم الراسخون في الانتخابات لتغيير نتائجها بعيدا عن نتائج أجهزة الفرز الإلكتروني التي بلغت قيمتها نحو 300 مليون دولار. وقبل عملية التصويت بأسابيع حرم الآلاف من السكان من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية جراء ضغوط سياسية عبر أساليب الترهيب والترغيب والابتزاز التي مورست على شرائح مجتمعية واسعة لا سيما الفقراء والنازحين، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا لحدوث عمليات تزوير متوقعة في نتائج الانتخابات.